يعني معقول يا ماما؟ وحضرتك هتجيبيه بنفسك وتعمليه ابن زين العطار وانتي عارفه كويس ان هو نصاب وانه ملوش اي علاقه بينا من قريب ولا من بعيد؟ نخلص مصلحتنا الأول وكل حاجة ترجع زي ما كانت. ايوه مامي، بس دي مجازفه كبيره. أنا عارفة أنا بعمل إيه. طب حضرتك مش شايفه ان احنا المفروض نعرف حازم؟ أحلى اتنين في مصر دول ولا إيه؟ لا ثانيه صباح واحده، الخير. ايه الشياكه دي؟ انت رايح فين كده؟ إيه؟ رايح الشغل؟ وبعدين ده الطبيعي بتاعي يعني. الحق يا مامي، حازم ابنك الصغنون كبر بقى راجل البيت ورايح الشغل وكده. ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا. ويخليك لينا يا ست الكل. يلا بقى، انتوا هتعطلوني ولا ايه؟ يلا هلحق اروح الشغل. مع السلامة يا حبيبي. ثانك يو ليلي. تسلم ايدك يا عم يحيى. انت جبت الشقه دي جديد ولا ايه يا بابا؟ شقه؟ اولا يا بقف، دي مش شقه، دي فيلا زي ما انت شايف. وبعدين انت مالك؟ هتحاسبني؟ جبتها جديد جبتها قديم؟ ايه هتستكتر عليا يا عم عمار؟ يبقى عندي حته مكان اجي اريح فيه شويه واروق مزاجي. ايوه مفهوم يا عم مفهوم. احنا يهمنا برضو ان كبير العطارين يبقى مزاجه رايق، ومن حق الكبير يتدلع. طبعا من حق الكبير يتدلع. امال انتوا بس يا سياحي اللي تدلعوا في الرايحه وفي الجايه؟ ركزوا معايا شويه بقى، خلوني اقول الكلمتين دلوقتي. انتوا عارفين ان البضاعه هنا، رجاله الريس رجب هما اللي هينقلوها. اي غلطه في العمليه ولو صغيره قد كده هتبقى عيبه كبيره قوي في حقنا. ما تقلقش يا عم، الحرب اللي جايه مش هتبقى حرب سلاح ورصاص، لا دي هتبقى حرب افكار وتكتيك. واحنا خطتنا ما فيهاش غلطه، كل حاجه معمول حسابها بالظبط. ورجالتنا ورجاله الرئيس رجب جاهزين، كل مجموعه في مكانها. وانت اتأكدت بنفسك من عزل السنة دي؟ حصل. الشهادة لله الريس رجب واليتيم مش مقصرين في أي حاجة. اليتيم؟ هو الواد ده ظهر تاني؟ أنا الصراحة ما أعرفوش. أنا لقيته هناك مع رجالة الريس رجب. ماشي. عموما يا رجالة، العملية دي لازم تمشي صح. صح الصح، وهو بالمرة نبقى ادينا سيف القلم التاني. أو ده بقى اللي هيخليه يعرف حجمه الحقيقي. طمن يا بابا، البضاعة تتنقل وتتسلم في الميعاد. يعني الزيارة المفاجأة دي عشان الدار؟ أولا يا جان هانم، أنا راجل بفهم في السوق كويس أوي، حاولت اكلم سعادتك كتير جدا عشان حد. وثانيا واضح انك عمليه جدا يا جنانم. مرات زين العطار بصحيح، وبنت نشأة الفخراني رحمه الله على الجميع. تمام، طالما سيادتك بقى مرات زين العطار وبنت نشأة الفخراني، يبقى اكيد هتوافقي على اللي انا هقوله. اكيد. جبت الثقه دي منين؟ مش بقول لسيادتك، انت ست عمليه جدا. أنا عارف إن الدار دلوقتي ما تلزمش عيلة العطار، بس تخص عيلة العطار. الدار دي تخصني أنا، وأنا مش موافقة. ليه كده بس يا جنان؟ كنا ماشيين كويس. هو حضرتك تعرف عننا إننا بنبيع أي حاجة من أملاكنا؟ بلاش بيع، خليها إيجار. أنا مش عايز الدار دي على فكرة. أنا عارف أنت عايز طريق الشرق. وده يضايقك في ايه؟ ما انت كده كده بره اللعبه. انا طلعت نفسي بره اللعبه وبره اي مفاوضات تخص اللعبه، وبره اي حاجه تفكرني بالايام السوداء اللي مش عايزه ارجع لها دي. مش شرط يا جان هانم انك تبقي بره التجاره وبره اللعبه، انك ما تشوفيش الايام السوداء التاني ممكن جدا. انت بتعرف
تهددني. حاشا لله، دي مجرد تذكرة. نورت يا سيفتي. سيف انا كنت معاه وكان عاوز يصالحك، اكيد مش هو اللي عملها. هيبان. انت بقيت تشك في كل الناس، حتى غانم يا نوح. قتلت غانم. قتلت خاين. غانم خاين. انا بقيت اخاف منك قوي. وانا عايزك تبعدي عني خالص اليومين دول. خليني جنبك. استغربت لما جات لي رسالتك، مش من رسالة، استغربت من المكان. ما كنتش أعرف إن أنت بتحب تيجي هنا. يا ترى إيه سر؟ ولا سر ولا حاجة. المكان هنا جميل، هادي ورايق ويساعد على التفكير. بس اللي يبص لمصر من هنا يلاقيها بقت بتشغي وحاجات كتير فيها اتغيرت. ولا اتغيرت ولا حاجة، كل حاجة زي ما هي. الحق هيفضل حق على طول، والباطل هيفضل برضه باطل على طول. بص كويس يا طارق بيه، بص على العماير والشوارع والعربيات، مليانة ناس، وكل واحد في الناس دي عنده حكايات ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة، ومع ذلك كلهم بيبتسموا ويضحكوا ومستنيين بكرة اللي أحلى. وبكره هيبقى احلى ما دام فيها رجاله زيك. بس البلد ما تشلناش احنا الاتنين. احنا مين بقى؟ خلينا نمشيها الخير والشر. لو ما فيش شر هتعرف الخير من ايه؟ ازاي؟ ما اصلها مش جنه يا طارق بيه. واحنا مش هنسيبها لكم تخلوها نار. انت ليه حاسبني على الشر؟ انا مش مع الشر، أنا مع الحق. بس المشكلة إنه مش دايماً الحق بيبقى خير. بس الباطل دايماً شر. لو أنت متأكد إني باطل ما كنتش جيت. أنا جيت عشان شغلي. بس بالتأكيد إحنا مش صحاب. مصر حلوة ها؟ طول عمرها. بس يا ريت ما تكونش شايفها حلوة علشان انت باصص لها من فوق. حتى وانا في اصغر حارة بشوفها حلوة. انما انت بقى ما جربتش تشوفها من هناك. انا شفت مصر من كل حتة. ما فيش شبر في البلد دي الا وكعبي معلم فيه. اكيد انت عارف ان انا وزين الله يرحمه جايبينها من تحت قوي. ما ابتديناش كده يعني. طبعا. ما انتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلا. شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير. بس تعرف ايه اكتر حاجة كسبناها اهم من الفلوس؟ الخبرة. ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى إنك تقرأ وشوش الناس وتعرف طبيعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلاً.
أنا بسأل نفسي دايماً سؤال، أنت ليه أنت واللي زيك اخترتوا الطريق؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه، في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي، الصراع، حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك، يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم، عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. استقلش بيهم اه، انما احترمهم بالتاكيد لا. وليه لا؟ هما بيعملوا اللي بيفهموا فيه، وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هما ما يقدروش يعيشوا زيك، وانت كمان ما تقدرش تعيش زيهم. هما اللي حواليك ملهمش تمن عندك؟ اكيد بتحب ابنك ومراتك يا طارق بيه، مش كده؟ اكيد. طب ما سألتش نفسك ليه هي اختارت انها تربط حياتها بيك، برغم انها عارفة ومتأكدة انه في اي لحظة ممكن الباب يخبط تفتح تلاقي خبر موتك مستنيها؟ انا برضو اللي معايا كده اختاروا انهم يربطوا حياتهم بيا، وانا ما كدبتش عليهم. ايوه بس انا لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، انما انت لما تموت هيستخبوا معارك. لا، انا برضو لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، وانا ما اعتقدش ان اهل سعادتك بيحبوك اكتر ما اهلي بيحبوني. انت عايز يا سليم؟ رغم ان انت ما ردتش الهديه اللي فاتت، بس انا برضو جايب لك هديه تانيه. بمناسبه ايه؟ بمناسبه انك بتدور على حاجه وعمرك ما هتقدر توصل لها، وانا عشان بعزك قررت اني اوصلها لك بنفسي. دليفري يعني؟ دليفري من مطروح.